81 مع 82 أسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. المهيب إبراهيم رئيس جمعية الإشاعة لباحث المتلاشيات بأسفي. كيف ما كيشوف الجميع فالآن نحن بصدد إجراء القرعة ديال المستفيدين من سوق البيار، وكيف ما كتشوفوا هذه القرعة فهي كتدوز في واحد الجو من الشفافية والنزاهة وبحضور ممثلين على المناطق الحضارية الثلاث، أي المنطقة الحضارية الأولى والمنطقة الحضارية الثانية بما فيها سوق العفاريت وزنقة المدارس، وكذلك المنطقة الحضارية الثالثة اللي كتمثلها الجمعية ديال الإشعاع. هذا المشروع هذا بعد طول انتظار أخيرا يرى النور، وهذا كيرجع الفضل لمجموعة من المكونات وعلى رأسهم السلطة بكل أصنافها، يعني انطلاقا من السيد العامل اللي كنوجه له الشكر لأنه هو اللي كيعطي العناية ديالو لهذه الفئات الهشة من المجتمع، وكذلك السيد الباشا المدينة اللي كنوجه له التحية، وكذلك رؤساء المناطق الحضرية الأولى والثانية، وخصوصا السيدة رئيس المنطقة الحضرية الثالثة التي لم تبخل يوما عن نصائحها الجمعية، وكذلك أنها كتواصل مع الجمعية، وهذا الشيء الحمد لله اللي خلانا وصلنا لواحد الثقة عند المستفيدين جميعا. وخير دليل وأنه القرعة هي كتجرى دابا في هذا الجو الرائع. عدد المستفيدين وهو تقريبا كيتمثل في شي بين 600 و700 ديال المستفيدين، كتقسم على المناطق الحضرية الثلاث، يعني المنطقة الحضرية الأولى والمنطقة الحضرية الثانية والثالثة. وهناك فيما يخص في السوق فهناك ثلاثة أروقة، كاين رواق الملابس والرواق ديال المتلاشيات، وكاين رواق ديال الهواتف، إضافة إلى رواق جانبي وهو يتمثل فيما يعرف بالمختلفات. إن شاء الله القرعة غادي تجرى اليوم على أساس باش يكون الافتتاح ديال السوق إن شاء الله يوم الاثنين، إن شاء الله الناس غادي تلتحق بالأماكن ديالها. عبد الرحيم مهابي، سوق العفاريت، بائع متلاشيات. كنشكر سعادة العامل وسعادة السلطات المحلية، وحنا كنشكروا الجمعية لقيمة الدور ديالها معنا ومع المستفيدين. وهذه المبادرة كنشكر نحيي بها جلالة الملك والسلطات في أسفي، وهذا السوق إن شاء الله غيكون ناجح 100% إن شاء الله. وكنشكر هاد الممثلين ديالنا، دازت فينا زاهة قرعة زينة الحمد لله، كل شيء غادي يستافد إن شاء الله، وغادي يكون الأمور بخير وعلى خير. هذا مدرقين على الشمس وعلى الشتاء مستورين تما، ويكون أحسن سوق في أسفي من ضمن أسواق الأولى، هذا غيكون أحسن منهم. أنا سميتي حسن كرقور، كنتمي من مدينة أسفي، بائع جائل في زنقة المدارس. المهنة ديالي تما اللي كنزاول الأجهزة الإلكترونية والهواتف القديمة. احنا هنا جينا هنا للقرعه هنايا، كاينه الجمعيه هي اللي كتشرف عليك على القرعه هذه. هذه الجمعيه نسقنا معها الله يعمرها دار، يعني النزاهه والشفافيه. بالنسبه للباعة الجائلين اللي يستافدوا في زنقه المدارس، دازت لا ليست دازت بالشفافيه وعلى يد السلطات مشكوره. وكنشكروا من هذا المنبر السيد الباشا والقائد الملحقه الخامسه، والحمد لله الاجواء اللي دازت لداخل مزيانه وفي الشفافيه، وحتى واحد الانسان اللي كيستحق شي حاجه راه خداها صراحه. ليكم معكم غيزله الغضف، بائعه من سوق كوكي اللي استفدت من سوق كوكي، وكنشكروا السيد العامل وكنشكروا الجمعيه. وهاد القرعة دازت زوينة وكيف ما بغينا، وكنت منه السوق تا هو يكون مزيان. اش كتبيع انت؟ شنو المتلاشيات؟ كيبان لك تبقى السوق اللي غتمشيو ليه واش مزيان؟ علاش المقارنة ديالو فيك نتوما مزيان؟ ورا كنا في الشمس، كانوا حويجاتنا كيعمروا غبرة، السوق مزيان لينا مضللين وحويجاتنا في النقاء
الحمد لله. كي جاتك القرعه اليوم واش كانت زوينه؟ زوينه مزيان. بالنسبه للجمعيه كيفاش تقيدتكم في التواصل ديالها معكم بالنسبه للجمعيه؟ كيفاش تقولي لها الجمعيه الله يعمرها دار دازت معنا مزيان، وهي اللي وقفت معنا باش شدينا بلايصنا في هذا السوق. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد القادر المزرع امين المال لجمعيه المتلاشيات. كما لاحظتم معنا ولاحظ الجميع ان اليوم مرت القرعه ديال سوق سلام بالبيار اللي غيستافدوا منها الباعه ديال المتلاشيات والملابس المستعمله واصحاب الهواتف. الحمد لله القرعه دازت في امور شفافه. بهذه المناسبه كنشكر السيد العامل صاحب جلالة على إقليم أسفي وكذلك جميع السلطات اللي سهروا معنا على تسجيل ديال هاد الناس اللي غيولجوا لهاد السوق. نشكر الأعضاء ديال الجمعية اللي بدلوا واحد المجهود كبير في تسجيل هادوك المستفيدين ديال المتلاشيات. نشكر رجال الصحافة على التغطية ديالهم لهاد الحادث اللي ديال القرعة. اللي غنقول للمواطنين وغنطمن جميع كل من يمتهن المتلاشيات الملابس المستعملة الهواتف سواء كان تابع لسوق العفاريت أو كوكي ومسجلين راهم غيستافدوا، اللي ما مسجلينش وكيمتهن المهنة ديال المتلاشيات والملابس المستعملة والهواتف أنه غيجي الجمعية إن شاء الله وغلقوا ليه الحل.